المجموعات المسلحة ترتكب مزيدا من الخروقات لنظام التهدئة المعلن في سوريا. موسكو تؤكد أن أحرار الشام ومجموعات مسلحة تدعمها واشنطن ترفض نظام التهدئة. وحدات الجيش تحكم سيطرتها على تلة صنوف غرب مدينة دير الزور. مساء الخير. خرقت المجموعات المسلحة نظام التهدئة المعلن عبر إطلاق قذائف هاون على حرشة سنين غرب بلدة البيسة بريف حمص الشمالي، ليرتفع عدد خروقاتها في ريف حمص إلى 7. كانت تلك المجموعات واصلت خروقاتها لنظام التهدئة في أكثر من منطقة. تواصل المجموعات المسلحة خرق اتفاق التهدئة، حيث قامت هذه المجموعات بخرق اتفاق التهدئة 17 مرة خلال الساعات الماضية. ففي ريف دمشق عمدت المجموعات المسلحة إلى 3 خروقات مستهدفة منطقة بالة بالرشاشات الثقيلة والبلالية بقذائف الهاون. أما في حلب فقد نفذت المجموعات المسلحة أعمال قنص على منطقة الحميدية ومدرسة الطبري، كما استهدفت مبنى ومطعم الكاستيلو ومنطقة 1070 شقة بقذائف الهاون، بالإضافة إلى أعمال القنص على جمعية الزهراء واستهداف منطقة القامعلي بنيران الرشاشات. كذلك استهدفت المجموعات المسلحة منطقة غرب مطار حلب بإطلاق نار ورميات قنص على المنطقة. أما في حما فقد استهدفت المجموعات المسلحة قرية قمحانة بقذائف الهاون. وفي القنيطرة استهدفت هذه المجموعات قرية حضر بقذائف الهاون. كما خرقت المجموعات المسلحة نظام التهدئة في ريف حمص الشمالي باستهداف حرش تسنين بريف تلبيس الغربي من جهة أم شرشوح بإطلاق 7 قذائف هاون. هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية ارتفاع عدد خروقات المجموعات المسلحة لنظام التهدئة المعلن إلى 60 خرقا، معظمها من قبل أحرار الشام. وأشارت الوزارة إلى أن تنظيم أحرار الشام ومجموعات مسلحة أخرى تدعمها واشنطن ترفض نظام التهدئة المعلن. في السياق ذاته، أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي جون كيري ضرورة الإسراع في تنفيذ وعود واشنطن بفصل من تسميهم المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين. وكان الكرملين أعلن أن تلك المهمة تعد رئيسية في سوريا. كذلك جردت الخارجية الروسية التأكيد على ضرورة نشر تفاصيل الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا لتجنب أي تفسيرات خاطئة تتعلق به. التقرير التالي والتفاصيل. بعدما حذرت من تحريف الاتفاق الروسي الأمريكي بغية حماية تنظيم جبهة النصر الإرهابي من الغارات الروسية والأمريكية، أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة نشر تفاصيله تجنبا لأي تفسيرات خاطئة تتعلق به، معتبرة أن الاتفاق يطوي صفحة أحد أكثر الفصول صعوبة في الحوار مع الولايات المتحدة. موقف الخارجية الروسية أتى ليجسد خشية موسكو من توجه بعض الجهات إلى شطب التنظيم الذي غير اسمه مؤخراً إلى جبهة فتح الشام من قائمة الإرهاب الدولي بهدف إنقاذه من الاستهداف في إطار تنفيذ الاتفاق. مخاوف كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلنها موضحاً رغبة بلاده في الكشف عن تفاصيل الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا للرأي العام. ومع تزايد خروقات المجموعات المسلحة للنظام التهدئة في سوريا، حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف من وضع التهدئة الحالية ووصفه بأنه ما زال هشا. تحذير تؤكده خروقات المجموعات المسلحة على جبهات عدة وبعد ساعات من إعلانها عبر استهدافها بقذائف الهاون والصواريخ واسطوانات الغاز المتفجرة وإطلاقها نيران رشاشات وقنص على عدة مناطق بحلب وريفها وأرياف حمص وحماة ودمشق وغيرها من المناطق. لكن بيسكوف عاد ليبعث في الاتفاق أملا كبيرا في حال تنفيذه، فهو وبحسب بيسكوف سيسهم في التسوية السياسية بالإضافة إلى توفير الظروف الملائمة لذلك، مؤكدا أن المهمة الأساسية لإحراز تقدم إلى الأمام هي الفصل بين المعارضة المعتدلة
والتنظيمات الإرهابية. قال مصدر عسكري إن كيان العدو الإسرائيلي وفي إطار دعمه للتنظيمات الإرهابية أقدم أمس على الاعتداء على مربض مدفعية للجيش العربي السوري في السفح الشرقي لجبل الشيخ. أضاف المصدر أن العدو استهدف المربض في موقع عين البرج بصاروخين أطلقتهما طائرة معادية من داخل الأراضي المحتلة. أكد المصدر أن هذا الاعتداء يأتي إمعانا من العدو الإسرائيلي في دعم إرهابي جبهة النصرة ذراع القاعدة في بلاد الشام، ومحاولة واضحة للتصعيد وعرقلة لتطبيق الاتفاق الروسي الأمريكي. أحكمت وحدات من الجيش والقوات المسلحة سيطرة على 3 صنوف غرب مدينة دير الزور. ذكر مراسل إخباري أن وحدات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابي داعش الذين يحاصرون عشرات آلاف المواطنين في دير الزور ويعتدون عليهم ويرتكبون بحقهم المجازر. وأسفرت الاشتباكات عن إيقاع عددا من الإرهابيين التكفيريين قتلى ومصابين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة. أقرت الولايات المتحدة مجددا بمقتل مدنيين خلال غارات جوية نفذتها طائراتها في سوريا ضمن إطار تحالفها الذي أنشأته بزعم محاربة تنظيم داعش. وكالة فرانس بريس عن بيان للقيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط إن 3 من الغارات الجوية التي شنتها في الأيام 6 الأخيرة ضد أهداف لتنظيم داعش في سوريا قد تكون أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وتقود الولايات المتحدة تحالفا بذريعة محاربة داعش يضم دولا متورطة أصلا بدعم الإرهاب في سوريا والعراق. أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن استعراض سلوك وتصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية يؤكد أن واشنطن لم ولن تخطو أي خطوة لإنقاذ شعوب المنطقة من الإرهابيين. وأشار عبد اللهيان إلى التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول نقل المجموعة الأخيرة من عناصر جماعة خلق من العراق إلى أوروبا، وقال إن البيت الأبيض يعلن من جهة عن وقف الأعمال القتالية في حلب في سعي منه لإنقاذ الإرهابيين المحاصرين من قبل الجيش العربي السوري، ومن جهة أخرى يتحدث عن إنقاذ وتوفير الأمن لعناصر زمرة المنافقين في إشارة إلى عناصر خلق. اعتصام أهالي كفريا والفوع المقيمين في منطقة السيدة زينب بريف دمشق مستمر في يومه 10 تضامنا مع ذويهم في هاتين البلدتين. التقرير التالي وتفاصيله. أهالي كفريا والفوع الذين يقيمون في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق يواصلون اعتصامهم المفتوح الذي حمل عنوان اعتصام الوفاء، وذلك دعما لصمود أهلهم في هاتين البلدتين المحاصرتين منذ قرابة 2 عامين، واحتجاجا على صمت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تجاه ما يعانيه سكان كفرية والفوعة من نقص في المواد الطبية والغذائية. هذا الاعتصام نظم بشكل أهلي وعفوي احتجاجا على عمل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تجاه أهلنا في الفوعة وكفريا. بدأت بعض الفصائل في قصف مدينة الفوعة بعدة قذائف، اليوم الواحد أصبح ما بين 200 إلى 150 قذيفة بشكل يومي، وبدأت الجراح تنذف ولا أحد، ولم نسمع صوت من أي منظمة إنسانية تدين هذا العمل. رسالتنا إلى هيئة الأمم المتحدة أن يفك الحصار عن كفريا والفوعة وأن ينقذ أهالي كفريا والفوعة. إن أهالي كفريا والفوعة اليوم يعيشون أقسى 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 حالات الجوع والعطش والظلم والخذلان، وهم محاصرين من قبل مجموعات
تكفيرية يتظاهرون باسم الإسلام، ولكن ليس هذا هو الإسلام الذي عرفناه. رسائل كثيرة وجهها منظمو الاعتصام إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، نددوا خلالها بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتجها هذه المنظمة الدولية تجاه المناطق التي تحتاج للمساعدات الإنسانية، لكن يبقى صوت الأهالي في موقع الاعتصام أصدق من أي كلمات. طب الصاروخ استهدفونا بصاروخ الفيل، طب البيت فونا، صابت بعيوني واستشهدوا معي ثلاثة، ستة ومرت عمي وابنه، وأنا صابت بعيوني، اسعفوني على المشفى بس ما في شيء من الإسعاف طبعا، يعني ما في لا مستلزمات أدوية ولا حتى بنج ما في، يعني ضليت خمس ساعات تحت العملي وبين غيب وبين أصحان الوعي لأن ما في بنج كافي. يعني المقاتل عم بيقع على الحاجز من قلة الغذاء، وأحيانا مي ما في، يعني المي بدي أقول لك إنه عم يصفوها من الدود وبيشربوها، هيك صاير فيهم التهاب كبد، حتى هلا منتشر مرض الطاعون. يعني أنا اثنين من قريباتي بنات أختي يعني صار عندهم التهاب كبد، يعني ابني لما بيبعت الصور يعني كأنه هيكل عظمي صاير، هذا مقاتل يعني متصاب مرتين بالضيعة وأنا هون. هدول سوريات أهالي الشهداء، هدول قدموا الشهداء، قدموا التضحيات، نحن بنتمنى بس إنه حدا يسمع صوتنا، بس إنه يساعدهم قدر ما بيقدروا يساعدوهم، هالمساعدات هالهلال الأحمر إنه يسمع يقدم يعملوا الشيء اللي بيقدروا عليه، يعني مثل ما بيعملوا بغير مناطق هاي. هناك تقصير من المجتمع الدولي من حيث المساعدات والإغاثة، حتى الآن ما عم نشوف يعني الشيء المطلوب بالنسبة لنا لأهالي كفرية أبداً. حتى أنا من يومين اتصلت في كفرية بأحد أخوتي، أنا قال لي والله ما ضاع معنا لا خبز ولا حنطة ولا شيء أبداً، هذا بالنسبة يعني ما في تجاوب أبداً. فنحن عم نلاحظ أنه حتى المساعدات عم تفوت للمسلحين. الاعتصام في يومه العاشر تضمن عرض فيلم يوثق جرائم الإرهابيين الذين يفرضون الحصار على أهالي بلدتي كفرية والفوعة ويستهدفونهم بالقذائف يوميا، وهم من تصنفهم واشنطن معارضة معتدلة. هذه نشرة مستمرة وفيها بعد قليل. برلمانيون بريطانيون يقرون أن قرار العدوان على ليبيا عام 2011 استند إلى افتراضات خاطئة.
برلمانيون بريطانيون يقرون أن العدوان على ليبيا عام 2011 استند إلى افتراضات خاطئة. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة. طيران النظام السعودي مستمر في عدوانه على الشعب اليمني. مرحبا بكم من جديد. أقر برلمانيون بريطانيون أن قرار العدوان على ليبيا عام 2011 استند إلى افتراضات خاطئة. ويأتي التقرير بعد أكثر من 5 سنوات على العدوان الذي أدى إلى تدمير معظم البنية التحتية وانتشار الفوضى السياسية والأمنية في ليبيا. انتقاد شديد وجهه نواب إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بسبب قرار التدخل العسكري في ليبيا عام 2011. تقرير عده مجموعة من البرلمانيين البريطانيين جاء فيه أن حكومة كاميرون لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي، ولقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب معمر القذافي، وفشلت في رصد من وصفهم التقرير بالفصائل المتشددة في صفوف التمرد. وأضافت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها أن استراتيجية المملكة المتحدة ارتكزت على افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة، وأنه بعد نحو 5 سنوات على سقوط حكومة القذافي ما زالت الفوضى سائدة في ليبيا الغنية بالثروات. حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة تواجه صعوبة في إرساء سلطتها في مجمل أراضي البلاد، حيث أنها تحاول منذ 4 أشهر طرد تنظيم داعش الإرهابي من سيرت بعد أن اتخذها معقلا له. رئيس اللجنة كريسبين بلانت قال إن حكومة كاميرون كان عليها أن تعطي الأولوية لخيارات أخرى كفيلة بالتوصل إلى نتائج أفضل، وأكد أنه كان بإمكان عملية سياسية أن تتيح حماية السكان المدنيين وتغيير النظام أو إصلاحه بتكلفة أقل على المملكة المتحدة وليبيا. واعتبر النواب أن كاميرون المسؤول الأول عن الفشل في بلورة استراتيجية متماسكة في ليبيا التي تشهد فوضى سياسية وأمنية منذ عدوان حلف الناتو عليها عام 2011 الذي حولها إلى ساحة صراع أدت للقضاء على أمن واستقرار الليبيين. فريق دولي من الخبراء الفنيين بشأن التحقيق في كارثة تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء العام الماضي يتمكن من تحديد مكان زرع القنبلة التي تسببت في انفجار الطائرة ومقتل 224 شخصا. يوما بعد يوم يكشف التحقيق ملابسات جديدة بشأن كارثة تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء في تشرين الأول الماضي، ما أودى بحياة 217 راكبا و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها. فقد قام فريق دولي من الخبراء الفنيين بتحديد مكان زرع القنبلة التي تسببت في انفجار الطائرة، في حين نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن خبراء قولهم إن الإرهابيين قاموا بزرع قنبلة موقوتة يدوية الصنع في القسم الخلفي للطائرة في مكان مخصص لتخزين عربات الأطفال، وأدى انفجار القنبلة إلى انفصال ذيل الطائرة عن هيكلها وبالتالي فقدان التحكم بها وسقوطها على الأرض. الجدير بالذكر أن تحديد مكان زرع القنبلة وبؤرة الانفجار أصبح ممكنا بعد أن أنهت لجنة التحقيق عمليات صف أجزاء الطائرة بشكل كامل وتحديد النقطة الأكثر احتمالية لتكون بداية تفكك جسم الطائرة بعد صف حطام الطائرة المنكوبة في مطار القاهرة. كما رجحت لجنة التحقيق أن موظفاً في خدمات مطار القاهرة هو من قام بوضع القنبلة في الطائرة الروسية، وبحسب الخبراء فإن الضغط الزائد للجو داخل الطائرة تسبب في الانفجار ما أدى إلى مقتل غالبية الركاب في الجو. وكانت روسيا قد أعلنت وقف كافة رحلاتها الجوية إلى مصر
بعد سقوط طائرة ركاب من طراز إيرباص 321 تابعة لشركة متروجيت الروسية للطيران في أراضي منطقة الحسنة بشبه جزيرة سيناء بعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ المصري. حملة اعتقالات واسعة في مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة. التقرير التالي والتفاصيل. ضمن حملة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال حملة مداهمات شنتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. كما تعرضت بلدة حسام بقضاء بيت لحم لحملة مداهمات عقبها مواجهة بين الشبان وجنود الاحتلال. وتشهد قرى وبلدات جنوب نابلس إغلاقات للطرق بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية لتسديد الإجراءات العسكرية بذريعة استمرار رشق المركبات الإسرائيلية بالحجارة. الأمر الذي اعتبرته أوساط فلسطينية أنه يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال بحق الفلسطينيين. حملة تزامنت مع اقتحام مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بدعم من قوات الاحتلال، فيما تصدى لها المرابطون وأجبروها على المغادرة. قوات الاحتلال تعمد إلى تصعيد سياسة الدهم والتفتيش والاعتقال بشكل شبه يومي في المدن والبلدات الفلسطينية في محاولة لإطفاء جذبة انتفاضة القدس التي تستمر منذ الأول من تشرين الأول من العام الماضي، وتؤكد قدرتها على مواصلة التصدي لقوات الاحتلال التي ترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع مما يسمى المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا إلا من بعض الإدانات الخجولة. قتلت 4 نساء وجرح عدد آخر جراء انفجار قنبلة من مخلفات قوات النظام السعودي في مديرية خولان بمحافظة صنعاء. غارات طيران السعودي النظام السعودي متواصل على الشعب اليمني. النظام السعودي لم يحترم المعاني السامية لعيد الأضحى المبارك. استهدافات متكررة بسلاح الجو تحصد أرواح المدنيين في اليمن، حيث شن الطيران غارات عنيفة على منطقة صرف في شمال شرق العاصمة صنعاء بعدة غارات وقنابل شديدة الانفجار. غارات طيران النظام السعودي قصفت أيضا منطقة عطان بمديرية السبعين، وست غارات أصبت جمع حمامها على مديرية سرواح في محافظة مأرب، وغارتين على مديرية حيفان. مصادر محلية تحدثت عن إصابة مواطنين إثر 5 غارات شنها طيران العدوان السعودي في محافظة حجة، وثلاث غارات على مدرسة في منطقة العقاب، وغارة على منزل مواطن في مديرية شدة. جرائم النظام السعودي لا تغتفر بحق الإنسانية، فكان لابد من رد حاسم عليها، حيث استهدف الجيش واللجان الشعبية بقصف صاروخي عددا من المواقع السعودية بجيزان، ما أدى لمصرع جنديين سعوديين من خلال قصفهما موقعي الدخانة والسودانة بالخوبة بعدد من الصواريخ. عبر القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر عن تفهمه لمخاوف الدول الغربية من سيطرة قواته على موانئ الهلال النفطي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذه المخاوف ليست في محلها. أوضح حفتر في حوار صحفي أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعتقد أن القوات المسلحة تنوي سيطرة على الموانئ والتحكم بتشغيلها وتدخل في شؤون التصدير، مؤكدا أن ذلك غير صحيح وأن العملية ليست موجهة ضد مصالح هذه الدول، بل هدفها تحرير المنشآت النفطية من قبضة عصابة ميليشياوية أوقفت تصدير النفط وألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الليبي. الحكومة الأردنية تعرب عن قلقها من تبعات مشروع القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي الذي يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 من أيلول بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات. وحول القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي باسم العدالة ضد
رعاة الإرهاب نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني أن هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول. أكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس أوباما قد يستخدم الفيتو ضد القانون الذي يعد سابقة في الولايات المتحدة كإجراء قوي ضد المملكة السعودية التي صار اسمها متداولا في بعض وسائل الإعلام الأمريكية كراعية للإرهاب. أوقفت السلطات الفرنسية فتى تطوع لتنفيذ عمل إرهابي في فرنسا وكان على اتصال مع إرهابي فرنسي في الخارج. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مقربة من التحقيق قولها إن المذكور خضع لاستجواب عناصر الاستخبارات الداخلية. كشف أنه كان على اتصال مع الإرهابي الفرنسي رشيد قاسم الذي يقع في صلب التحقيق حول خلية إرهابية نسائية تم تفكيكها الأسبوع الفائت. أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف عن إحباط هجومين إرهابيين في البلاد الأسبوع الماضي مدافعا عن نهج الحكومة في محاربة الإرهاب أو في مجال محاربة الإرهاب من انتقادات المعارضة. ارتداد الإرهاب على الدول الغربية لم يطفأ جمره بعد، فقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف عن إحباط هجومين إرهابيين في فرنسا الأسبوع الماضي. تمكنا من إحباط هجومين إرهابيين ما بين الخميس والأحد الماضيين، وبشكل عام نجحنا منذ مطلع العام الحالي في تفكيك عدد كبير من الشبكات الإرهابية، وتم اعتقال 300 شخص من ذوي الميول الإرهابية. الانتقادات التي يوجهها اليساريون إلى الحكومة الفرنسية والتي تدور حول عدم جدوى هذه الحكومة في محاربة التطرف والإرهاب رفضها المسؤول الفرنسي واصفا تعليقات المعارضة بالسخيفة، كما رفض كازانوف اقتراحا آخر للمعارضة حول إيقاف المشتبه بهم في قضايا الإرهاب بلا أوامر قضائية، مشددا على ضرورة محاربة الإرهاب مع مراعاة أحكام القانون الفرنسي. الرئيس فرانسوا أولاند وبعد إحباط الحادثة وجه كلمات شكر إلى وزارة الدفاع على إحباط العملية الإرهابية التي دبرتها ثلاث نساء بعد العثور على شاحنة مشبوهة محملة باسطوانات غاز وسط باريس. الإرهاب الذي طالما حذرت من ارتداده دمشق على الدول الداعمة له أصبح مادة دعائية يستخدمها المرشحون للانتخابات الفرنسية لتحقيق أحلامهم في الوصول إلى سدة الحكم، ولعل أبرزهم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. برلمان تركي يؤكد أن كبير مستشاري أردوغان يملك شركة تدرب الإرهابيين. We'll be right back.
برلماني تركي يؤكد أن كبير مستشاري أردوغان يملك شركة تدرب الإرهابيين. الجيش العراقي يقضي على عشرات الإرهابيين في نينوى وصلاح الدين. إيران تؤكد أن الوهابية السعودية تشوهت صورة الإسلام. أهلا بكم من جديد. برلماني تركي عن حزب الشعب الجمهوري تقدم بمذكرة استفسار رسمية إلى رئيس وزراء النظام التركي، يؤكد فيها أن كبير مستشاري رجب طيب أردوغان يملك شركة خاصة قامت بتدريب عناصر تنظيم داعش الإرهابي. تتساقط الأقنعة التي يختبئ خلفها النظام التركي يوما بعد يوم، وتتكشف أدلة كثيرة تؤكد أن هذا النظام جعل من أرضه ممراً ومعسكراً لتدريب وتهريب المجموعات الإرهابية من تنظيمي داعش والنصرة إلى داخل الأراضي السورية. أحد أعضاء البرلمان التركي وهو نجاتي يلماز تقدم بمذكرة استفسار رسمية إلى رئيس وزراء النظام التركي، مطالباً إياه بالرد على استفساراته فيما يتعلق بالمعلومات الصحفية حول عدنان تانري وردي كبير مستشاري أردوغان والذي يملك شركة خاصة تقوم بتدريب عناصر تنظيم داعش الإرهابي. نجاتي يلمز أحد ممثلي حزب الشعب الجمهوري أكد أن وردي كان جنرالا قبل أن يتم طرده من الجيش التركي قبل سنوات بسبب نشاطاته الدينية المرتبطة بتنظيمات تكفيرية. الجنرال التركي يملك شركة أمنية خاصة والجميع يعرف أنها دربت عناصر تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين وميليشيا ما يسمى الجيش الحر، وهي لا تزال تسلح وتدرب الكثير من عناصر التنظيمات التكفيرية التي تقاتل ضد الدولة السورية وتقوم بالاغتيالات والتفجيرات. أكثر من ذلك، صحيفة بيرغون التركية ذكرت أن سلطات النظام التركي أطلقت سراح المدعو مراد كالوز الذي اعتقلته في عام 2014 بالرغم من وجود أدلة تؤكد قيامه بعملية تهريب تخدم تنظيم داعش الإرهابي. أدلة واضحة وجلية لإدانة النظام الذي تلطخت يداه بدماء السوريين الأبرياء، والعالم لا يزال متفرجا على جرائم النظام في تركيا من دون توجيه أي تهمة له. في وقت يؤكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده تخوض حربا عالمية ضد الإرهاب، الجيش يقضي على العشرات من الإرهابيين في محافظات نينوى وصلاح الدين ويدمر آلياتهم. الجيش العراقي يترجم آخر ما جاء في تصريحات لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري الذي أكد فيها أن البلاد تخوض حربا عالمية ضد الإرهاب دفاعا عن نفسها. ففي محافظة نينوى قتل 87 إرهابيا من تنظيم داعش، فيما دمرت لهم عدة آليات خلال إحباط الجيش العراقي هجومين متعاقبين شنهما التنظيم التكفيري على مناطق شرق مخمور وناحية القيارة التي تم تحريرها بشكل كامل من الإرهاب في 25 من آب الماضي. يأتي ذلك في وقت انطلقت فيه طائرات القوة الجوية العراقية في أكبر حملة لإلقاء 7 ملايين منشور على 16 منطقة في محافظة نينوى قبل انطلاق المرحلة الثالثة والحاسمة من عمليات. أما في صلاح الدين فقد قتل 13 إرهابيا من تنظيم داعش بقصف نفذه سلاح الجو العراقي على منطقة مطيبيجة على بعد 100 كيلومتر جنوب تكريت، وتم تدمير عدد من الآليات والمواقع لأحد مقرات التنظيم التكفيري شرق قضاء الضلوعية شمال بغداد.
وتعد مطيبجة التي تقع بين محافظتي صلاح الدين وديالة من أهم حواضن إرهابي داعش التي لم تتمكن القوات العراقية من الدخول إليها بسبب الغطاء النباتي الكثيف ووعورة المنطقة. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الوهابية السعودية تركت آثارا سلبية على الإسلام وساهمت في تشويه صورته في العالم أجمع. وبين ظريف في مقال له نشر في صحيفة نيويورك تايمز أن الوهابية ارتكبت أبشع عملية لسفك الدماء من خلال القيام بمذابح ومجازر بحق أبناء وشعوب المنطقة، أن ضحاياها كانت من جميع الشعوب والأديان، مشيرا إلى أن أكثر حالات العنف التي تمت من خلال سوء استغلال الإسلام تمتد جذورها إلى الوهابية. السلطات الروسية تتخذ تجديدات أمنية لتأمين سير العملية الانتخابية البرلمانية في 18 من شهر أيلول الحالي. رامي عباس والتفاصيل. تستعد روسيا الاتحادية للخوض في غمار الانتخابات البرلمانية في 18 من شهر أيلول الحالي. المنافسة بين الأحزاب السياسية المشاركة تحتدم مع اقتراب الموعد وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات لتأمين سير العملية الانتخابية. وزارة الداخلية الروسية أعلنت أن أكثر من 300 ألف من رجال الشرطة سيقومون بتأمين العملية الانتخابية، من بينهم 12 ألفا من قوات الحرس الوطني وأكثر من 7000 من المتطوعين، مشيرة إلى إقامة مقر عمليات يعمل ليل نهار ويجمع المعلومات حول توفير الأمن أثناء الحملة الانتخابية وعملية التصويت. النائب الأول لوزير الداخلية الروسي ألكسندر غوروفوي وخلال اجتماع للجنة الانتخابات المركزية حذر الأحزاب كافة من تنظيم أي مظاهرات احتجاج غير مرخصة، مؤكدا أن قوات الأمن مستعدة لمنع حدوثها، وذلك وسط أنباء عن استعداد ممثلي بعض الأحزاب لحشد أنصارهم للاحتجاج على ما اسمه مخالفات محتملة في عملية فرز الأصوات. ويشارك في الانتخابات البرلمانية الروسية 14 حزبا، من بينها حزب روسيا الموحد الحاكم والحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب روسيا العادلة اليسارية وحزب النمو التابع للمعارضة الليبرالية وحزب يابلوكو الليبرالي المعارض. اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن وجود الاتحاد الأوروبي ليس مهددا بسبب قرار بريطانيا الخروج من صفوفه. وأبدى يونكر في خطابه السنوي أمام البرلمان الأوروبي أسفه لقرار بريطانيا، إلا أنه أبدى احترامه للقرار في الوقت نفسه داعيا إلى علاقة ودية في المستقبل مع لندن لا يمكن أن تكون فيها السوق الداخلية وحرية التنقل خاضعتين للانتقائية. كان نحو 52% من البريطانيين أيدوا خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بنتيجة استفتاء جرى في حزيران الماضي. انتقدت كوريا الديمقراطية قيام الولايات المتحدة بطلعة استفزازية لطائراتها فوق كوريا الجنوبية، مؤكدة أن واشنطن تدفع شبه الجزيرة الكورية إلى حالة الانفجار. من جديد، خطوة استفزازية وحركة استعراضية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كوريا الديمقراطية إثر تحليق طائرتين حربيتين أمريكيتين من طراز B-1B فوق كوريا الجنوبية. هذه المنطقة التي تشهد توتراً جراء سياسات واشنطن حلق فوقها سرب من المقاتلات الأمريكية انطلقت من قاعدة أندرسون الجوية في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ، وذلك في عرض للقوة يرمي حسب واشنطن إلى التزامها الراسخ بالدفاع عن حلفائها بالمنطقة وفي مقدمتهم سيول. وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية أكدت أن هذه الاستفزازات الأمريكية تجعل شبه الجزيرة الكورية معرضة للانفجار، محذرة من أن الجيش الكوري الديمقراطي يمتلك كل القدرات اللازمة للرد عسكرياً وتحطيم العدو من ضربة واحدة إذا ما تعرضت البلاد لهجوم. جملة التطورات تلك
أتت بعد إعلان كوريا الديمقراطية في 9 من الشهر الجاري إجراء تجربة ناجحة لتحميل رأس نووي على متن صاروخ باليستي، وردت واشنطن عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة وتشديد العقوبات الاقتصادية على بيونغ يانغ لمنعها من تنفيذ برامجها النووية. انتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لمحاباته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعد هذا الانتقاد الأول للرئيس الأمريكي في إطار حملته لدعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. ورأى أوباما أن ترامب شوه سمعة العسكريين الأمريكيين وسعى إلى الحصول على محاباة بوتين. وكان ترامب وصف بوتين بالرجل القوي الذي يحظى بتأييد الشعب الروسي. أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة تنطلق في مقر المنظمة في نيويورك بمشاركة وفود من 193 دولة أعضاء فيها. التفاصيل في التقرير التالي. بمشاركة وفود من 193 دولة أعضاء فيها، انطلقت أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك. الجمعية العامة التي أسست عام 1945 تعد هيئة تشاورية وتمثيلية للمنظمة الدولية، وهي عبارة عن ساحة لبحث جملة واسعة من القضايا الدولية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة. ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن بيتر تومسون مندوب في جداء في المنظمة الذي يتولى منصب رئيس الدورة الحالية خلفا للدنماركي مونز لوكوتوفت قوله في كلمة له بعد أدائه القسم أمام الدول الأعضاء: إن الشفافية تدعو إلى ممارسة صفاتنا الأكثر جدارة، وهي الصدق والإنصاف والسلوك الأخلاقي تحت نطاقها الواسع. من جانبه استعرض لوكوتوفت أبرز ما تم إنجازه خلال الدورة 70، بما في ذلك اعتماد أهداف التنمية المستدامة واتفاقية المناخ، مطالبا مجلس الأمن الدولي بالاتحاد لحل النزاعات المستمرة في العالم. ويعقد مجلس الأمن الدولي على هامش الدورة جلسة رفيعة المستوى بشأن الأزمة في سوريا في 21 من الشهر الجاري، يحضرها رؤساء وفود الدول الأعضاء في مجلس الأمن. ومن المقرر أن تولى الاجتماعات للجمعية العامة للأمم المتحدة حيزا مهما لبحث الأوضاع في ليبيا واليمن، إضافة إلى القضية الفلسطينية ومسألة اللاجئين. اعتقلت الشرطة الأندونيسية إرهابيا مرتبطا بتنظيم داعش في إقليم بوسو. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم الشرطة قوله إن قوات الأمن اعتقلت أحد قادة مجموعة مجاهدي أندونيسيا الشرقية المرتبطة بتنظيم داعش خلال عملية أمنية بمساعدة الجيش في إقليم بوسو، فيما قتل إرهابي آخر. ويأتي الاعتقال بعد شهرين على العملية التي أسفرت عن مقتل قائد المجموعة الإرهابي أبو وردة سانتوسو خلال اشتباك مع قوات الأمن في المنطقة ذاتها. قبل الختام تذكير بالعناوين. المجموعات المسلحة ترتكب مزيدا من الخروقات لنظام التهدئة المعلن في سوريا. وموسكو تؤكد أن أحرار الشام ومجموعات مسلحة تدعمها واشنطن ترفض نظام التهدئة. وحدات الجيش تحكم سيطرتها على تلة لصنوف غرب مدينة دير الزور. برلماني تركي يؤكد أن كبير مستشاري أردوغان يملك شركة تدريب الإرهابيين. الجيش العراقي يقضي على عشرات الإرهابيين في نينوى وصلاح الدين. هذه نشرة انتهت، شكرا لكم على حسن المتابعة، تصبحون على خير.